how many cars go in the country, how many cars go out, what do you say? اليوم الحمد لله هو اليوم الثاني للدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي للطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية سولار اكسبو المغرب. هذه الدورة اللي كتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتعرف مشاركة أزيد من 120 شركة عارضة أجنبية ومغربية كلها رائدة في مجال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية على الخصوص. جاءوا للمغرب الحمد لله بحكم السوق المغربي المغري للشركات الاجنبيه والمستثمرين الاجانب باش يجيو يستثمروا في هذا المجال ديال الطاقه الشمسيه. الحمد لله عدد كبير من الزوار ومن المهتمين بقطاع الطاقات المتجدده والطاقه الشمسيه جاوا للمعرض في اليوم الاول وكذلك في اليوم الثاني. كما كتلاحظوا مباشره فبالموازات ديال المعرض هناك ندوات وورشات وموائد مستديره كيأطروها خبراء رائدين في هذا المجال، وهذا كله جاء من اجل المواكبه ديال الاستراتيجيه الطاقيه للمملكه اللي وضع الاسس ديالها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. هذه الدورة الثانية عشرة تتميز بالآليات الحديثة اللي جابوها هاد العارضين كلهم من جميع أنحاء العالم. جابوا أيضا تقنيات جديدة وآليات ومعدات حديثة الابتكار. أيضا بالنسبة كما كتعرفوا فشحال هذه كانوا مثلا اللوائح الشمسية اللي كانوا بواحد الوات اللي هو قليل، اليوم ولينا كنشوفوا يعني الوات كريت ديال لي بانو ديال اللوائح الشمسية واصل حتى 640 660 واط، وهذا كله يعني حاجه جديده بالنسبه لنا في هذا المعرض. ايضا بالنسبه للشركات اخرى اللي كتعرض اليات اخرى جديده تستعمل في قطاع ديال الطاقه المتجدده والطاقه الشمسيه، لا بالنسبه للمصانع لا بالنسبه للفلاحه لا بالنسبه للمنازل والاستعمال اليومي للمنازل، لانه المعرض ايضا جاء من اجل التحسيس والتوعيه ديال العموم من اجل استعمال الطاقه الشمسيه في البيت ديالهم والاستعمال اليومي ديالهم من اجل خفض فاتورات الكهرباء اللي ولات تثقل جيوب المغاربه.